ضربه الجزاء. نشوف نتابع سعد بقير، سعد بقير والعقيدي. بقير يستعد الان، تركيز كبير من جانب سعد بقير، والمحاوله التي ستاتي الان لسعد بقير يسدد الكره بالجول. جول 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 جول. زعيم الجنوب يقلص النتيجة 2-1 في المباراة، 2-1 في المباراة، وبالتالي سعد بقير يسجل. الكرة على يمين نواف العقيدي، شوف الكرة وهذه اللقطة من نواف، وبعد ذلك سعد بقير يضع الكرة في شباك نواف العقيدي. النتيجة الآن 2-1، 2-1 في المباراة، وبالتالي سعد بقير يعيد أبها بعد